نرجع كمان للقطات تفقد الكابتن محمود الخطيب لمقر الاتحاد السكندري بصحبة طبعا الأستاذ محمد مصلحي رئيس الاتحاد السكندري، ويعني الراجل حريص ان هو يعني يوري الكابتن محمود الخطيب كل الأمور اللي بتتعلق بالاتحاد وكل الجوانب اللي بتتعلق بمقر الاتحاد السكندري زي ما احنا شايفين مع حضراتكم. وفي الحقيقة أيضا بصراحة مجهود كبير قوي بيبذل من الأستاذ محمد مصلحي رئيس هذا النادي الكبير والعريق والشعبي في الإسكندرية وصاحب الشعبية الكبيرة جدا في إسكندرية وفي مصر بشكل كامل، بيقوم بمجهودات كبيرة جدا الأستاذ محمد مصلحي، وشفنا قد إيه هو طور من شكل الاتحاد السكندري، واضح في اللقطات اللي احنا شفناها دلوقتي على مختلف الجوانب سواء الجوانب الاجتماعيه وكمان الانشائيه، واضح ان في امور تم تطويرها بشكل كبير جدا في مقر الاتحاد السكندري بخلاف فريق كره القدم والفرق المختلفه. بنشوف دايما الاتحاد السكندري في مختلف الالعاب ما شاء الله يعني فرقه تقيله قوي وبتنافس بمنتهى القوه على مختلف البطولات. في كره القدم بنشوف فريق الاتحاد بيمتلك فريق مميز جدا هذا الموسم تحديدا في بطوله الدوري، وايضا عنده جهاز فني مميز يعني بقياده الكابتن حسام حسن. فدايما دايما كمصريين وكجمهور للكره المصريه بنبقى بنتمنى ان كل الانديه تتطور بالشكل ايجابي وتكون المنافسه بس في ارض الملعب وتكون منافسه شريفه كما هو المعتاد وكما هو هدف الرياضه بالشكل عام. طيب لو هنكمل طبعا هذه اللقطات ونشوف كل ما يتعلق بهذه الزياره، ولسه عندنا كواليس كتير جدا، عندنا لقاءات مهمه بالمناسبه بعد قليل هيكون معايا الاستاذ محمود صبري الناقد الرياضي الكبير هذه القيمه والقامه، وهنتكلم معاه في امور عده بخصوص الرياضه المصريه بشكل عام وبخصوص هذه الزيارات. احنا شايفين هنا جانب من الجوانب الانشائيه الخاصه بالاتحاد السكندري واللي بيشوفها وبيتابعها الكابتن محمود الخطيب من خلال الاستاذ محمد مصلحي. اللقطات في الحقيقه كلها مهمة ولقطات يعني تدل على مدى العلاقات القوية والوطيدة بين الناديين، وده أمر مهم ومميز. لكن في كل الأحوال في كواليس كتير جدا، هيكون عندنا تواصل كمان مع زميلنا من هناك في اسكندرية وبالتحديد في مقر الاتحاد الاسكندري عشان يقولوا لنا بقى على كل الكواليس اللي ممكن الكاميرا ما تكونش جابتها، وعشان نتكلموا معانا في كل التفاصيل اللي تتعلق بهذه الزيارة. لو كابتن محمود الخطيب لبى بالأمس دعوة المهندس فرج عامر ونادي سموحة وشفنا مظهر أكثر من رائع وحضاري جدا جدا في هذه الزيارة، فهو كمان النهاردة بيلبي دعوة الأستاذ محمد مصلحي رئيس الاتحاد السكندري، وده دور مهم جدا جدا من الكابتن محمود الخطيب في تلبية هذه الدعوات. طيب بما ان الزياره النهارده مهمه وواضح ان في ترحاب كبير جدا جدا من اعضاء نادي الاتحاد السكندري وايضا من جمهور نادي الاتحاد السكندري بالكابتن محمود الخطيب، لكن اسمحوا لي ان انا برضو اعيش حضراتكم في اجواء الامس والزياره اللي كانت لمقر الاتحاد السكندري، او عفوا النهارده الاتحاد السكندري، امبارح كانت زياره لمقر سموحه. عايزين نشوف بعض اللقطات بعد اذنك يا سمير لو تقدر تعرضها لنا، لان اللقطات دي كمان مهمه ولازم يعني نتكلم باستفاضه عن زياره الامس لنادي سموحه. مش بس انت بتهتم بانك تلبي دعوات الانديه الجماهيريه، لا ده امر مهم طبعا، لكن انت بتبقى مهتم انك تلبي دعوات حتى الانديه اللي ملهاش يعني جماهير وشعبية بشكل كبير. فبعد قليل ممكن أبقى أعرض لكم هذه اللقطات، لكن إحنا خلينا في اللي بنشوفه دلوقتي على أرض الواقع وهي زيارة الكابتن محمود الخطيب لمقر الاتحاد السكندري، وتأكيد تأكيد على هذه العلاقات المميزة جدا ما بين الناديين واللي بإذن الله تمتد طويلا طويلا خلال الفترة المقبلة. ممكن البعض يسأل يقول لك ايه اسباب يعني الزيارة المفاجأة دي ولا حاجة؟ ما فيش زيارة مفاجأة ولا حاجة، هي كلها امور كانت مرتبة وكان في دعوة وجهت من الاستاذ محمد مصلحي رئيس الاتحاد السكندري للكابتن محمود الخطيب وتم تلبية هذه الدعوة. طيب ايه اللي هينتج عنها؟ اللي هينتج عنها تعاون في مختلف الاصعده في الحقيقه بين الناديين، ولما يكون في تعاون بين انديه كبيره بحجم الاهلي والاتحاد السكندري اكيد الناديين هيكونوا مستفيدين جدا. البعض بيحاول يربط ما بين الزيارات دي
وبعض الصفقات وبعض الامور، الكلام ده مش مطروح اساسا. يعني دي كلها امور بتتعلق بتوقيتها وبتتعلق بجوانب تفاوضيه، كل نادي بيحاول يشوف مصلحته ايه وياخد قراراته، لكن ملهاش اي علاقه بتواجد اللاعبين او اي حاجه، لان بخلاف الزيارات دي وقبلها كان دايما في تواصل بين النادي الاهلي ومختلف الانديه. لكن الزيارات دي هدفها والواضح جدا جدا ان هو يكون في اكتمال للتعاون ما بين النادي الاهلي ومختلف الانديه، وده امر احنا بنلمسه في الحقيقه في هذه اللحظات، وامر غايه في الاهميه ويعني ايجابي بشكل كبير في صالح الرياضه المصريه. فبالتالي اكيد بنتمنى كل التوفيق للناديين الكبار، النادي الاهلي طبعا بما اننا ناس اهلاويه وناس بنتابع النادي الاهلي دايما مننا بنتكلم من خلال شاشة قناة النادي الأهلي، لكن بما أن في دور مهم جدا للنادي الأهلي وهو في كيفية التعاون ومساعدة الأندية الأخرى، فأكيد بنتمنى أيضا كل التوفيق لنادي الاتحاد السكندري في مسيرته في مختلف الأصعدة. في هذه اللحظات الكابتن محمود الخطيب يتواجد في مقر الاتحاد السكندري في إحدى الغرف داخل مقر هذا النادي الكبير، واكيد هيكون في حديث مطول ما بين رؤساء الانديه الكابتن محمود الخطيب والاستاذ محمد مسلحي، واكيد هيكون في تبادل للصور التذكاريه وايضا للدروع والاعلام اللي بتتعلق بكل نادي. وبصراحه يعني الواحد بيفرح قوي لما يشوف لقطات زي دي، لان للاسف في بعض من الرياضيين او بعض من جماهير الانديه الرياضيه المختلفه خدت انطباع ان دايما الرياضه بقى فيها مناوشات ومشاكل ويعني تراشق وكلام من ده، وده مش هدف الرياضه اساسا في الحقيقه. يعني هدف الرياضه اللي حضراتكم بتشوفوه دلوقتي ان دايما يكون في تقارب، ان دايما يكون في تواصل ما بين الانديه، ان يتم نبذ التعصب، وده الاطار اللي ماشيه فيه الدوله في الحقيقه خلال الفتره الحاليه، واللي هتمشي فيه الدوله خلال الفتره المقبله، وده اللي احنا دايما بنتمنى نشوفه في ملاعبنا المصريه، في الزيارات المختلفه، في العلاقات القويه والتعاون الكامل ما بين مختلف الانديه في الحقيقه. وكابتن محمود الخطيب حريص على تلبيه اي دعوه يتم توجيهها لشخصه بما انه رئيس النادي الاهلي وبما انه ايضا اسطوره رياضيه كبيره، وهو حريص اشد الحرص على تلبيه هذه الدعوات. ففي كل الاحوال لقطات مفرحه جدا ولقطات مميزه جدا وزيارات مهمه للغايه في اطار طبعا التعاون المستمر ما بين النادي الاهلي ومختلف الانديه.